أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تحت الضوء. من هم أصحاب القبعات الزرقاء؟ ولمن يتبعون؟ من يدعمهم؟ ولماذا استهدفوا المتظاهرين السلميين؟ ولماذا يلبس زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ثوب التظاهرات حينا ويخلعه حينا آخر؟ ولماذا انقلب على تظاهرات تشرين بعدما جاء من اجتماع قم عقب مقتل قاسم سليماني بنيران أمريكية؟ أين هو دور الحكومة حين يستهدف القبعات الزرق الثوار السلميين؟ يرى مراقبون للشأن العراقي أن أوامر الصدر الأخيرة لأصحاب القبعات الزرق باقتحام ساحات التظاهرات والاعتداء على المتظاهرين تؤشر بما لا يقبل الشك على تبعية مقتدى الصدر لإيران. فأين وصل التيار الصدري ومقتدى الصدر بعد ظاهرة القبعات الزرقاء مع استمرار زخم التظاهرات بالتصاعد وتعالي أصوات اتهام المتظاهرين لمقتدى الصدر بالخيانة وقتل المتظاهرين؟ نسلط الضوء مشاهدينا الكرام على هذه القضية في هذه الحلقة بعد هذا التقرير، كونوا معنا. بعد تصريحات مقتدى الصدر بأنه سوف لا يتدخل بالتظاهرات لا بالسلب ولا بالإيجاب، فإنه في واقع الحال يلبس ثوب التظاهرات أحياناً ويخلعه أحياناً أخرى، محاولاً الظهور بمظهر القائد الشعبي والوطني، لكن أوامره الأخيرة لأصحاب القبعات الزرق باقتحام ساحات التظاهرات والاعتداء عليهم جعلت الصورة واضحة لكل ذي عينين بتبعية مقتدى وولائه الكامل لإيران، وكشفت بشكل جلي عن الطرف الثالث الذي يقتل المتظاهرين السلميين. استمرار التظاهرات بتلك الأعداد الكبيرة لم ترق لمقتدى الصدر الذي أعلن انسحابه من دعم المحتجين معتقدا أن قراره سيقضي على الثورة ومتوهما بامتلاكه القدرة على تحريك الشارع نحو رغباته المرتبطة بإيران، لكنه فشل بقبعاته الزرقاء عن تحقيق ما يصبو إليه. اعتداءات أصحاب القبعات الزرق والقوات الحكومية وميليشياتها على المتظاهرين وارتكاب المجازر بحقهم وحرق خيامهم دفع اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين لتوجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتدخل العاجل لوقف المذابح التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون في العراق، وأن استخدام السلاح ضد متظاهري العراق أصبح سياسة ثابتة للقوات الحكومية والميليشيات المسلحة الموالية لإيران. كما بيّنت اللجنة أن عدد الضحايا من المتظاهرين منذ تشرين الأول 2019 تجاوز 800 شهيد وما يزيد على 25 ألف جريح، إضافة إلى مئات المختطفين والمغيبين قسرياً. وأشارت اللجنة بالقول إن القبعات الزرق تنفذ أسلوباً جديداً لأجندة إيرانية تريد بها شق صفوف المعتصمين السلميين وتمرير مرشحي الأحزاب الفاسدة. من جانبها نددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقمع القبعات الزرق التابعة لميليشيا السرايا التابعين لمقتدى الصدر للمتظاهرين السلميين، وعبرت الناطقة باسم المفوضية الأممية مارتا هورتادو عن قلق المفوضية إزاء تصاعد العنف في مدينة النجف، ما يثير مخاوف جدية بشأن عجز الحكومة المستمر عن الوفاء بالتزامها بحماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات. وفي ظل تخبط الصدر ومواقفه المتذبذبة التي ترسم له في طهران، فإنه يتأرجح بين حرصه على السلطة وبين محاولة كسب عواطف الشارع الذي نبذه بعيداً بعد ارتكابه للمجازر بحق المتظاهرين الذين يصرون رغم عمليات الحرق والترهيب على الصمود في الشارع للتأكيد على استقلالية التظاهرات وأنها موجهة ضد الطبقة السياسية بما فيها الصدر الذي شمله المحتجون بالهتافات التي تتهمه بالخيانة. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، مرحبا بك سيادة العقيد الركن. وأرحب بالسيد عثمان المختار الناشط السياسي انضم معنا عبر الهاتف، مرحبا بك أستاذ عثمان.
أرحب أيضا بالدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطفى، أكاديمية وناشطة في التظاهرات من بغداد، تنضم معنا عبر سكايب. دكتورة آلاء مرحبا بك. إذا أرحب بضيوفي الكرام، وسينضم إلينا لاحقا أيضا السيد حيدر مورو الناشط في التظاهرات من بغداد. سيد العقيد ركن حاتم الفلاحي، أبدأ معك، من هم أصحاب القبعات الزرقاء وهذه الاعتداءات المتواصلة على ثوار تشرين السلميين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام والمشاهدي قناة الرافدين. بالبداية نترحم على أرواح الشهداء ونسأل الله العظيم للجرحى الشفاء وللأسرى أو المعتقلين إن شاء الله أطلاق السراح في أقرب وقت ممكن. نتكلم عن القبعات الزرق. أولا دعني أقول بأن المشهد العراقي هو مشهد فوضوي بكل الجوانب، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. بلد يعاني من فقر وجوع ومن مرض، ويعاني من كثير من فوضى سياسية، سلاح منفلت، عشائر مسلحة، ميليشيات تعمل خارج القانون، سيطرة ميليشيات على مؤسسات الدولة، وبالتالي نتكلم عن فشل سياسي واقتصادي واجتماعي على كافة الميادين. أنتج هذه الفوضى السياسية العارمة الموجودة في العراق التي تراكمت منذ عام 2003 وصولا إلى هذه الأيام التي نشهد فيها ثورة عارمة انطلقت في الأول من أكتوبر عام 2019 ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا. شهد الملف العراقي تطورات كثيرة جدا خلال الفترة السابقة. نعم. وصلنا إلى مسألة القبعات الزرق، من هم القبعات الزرق؟ القبعات الزرق بداية هم ينتسبون إلى التيار الصدري، هم جزء من سرايا السلام، وسرايا السلام هي جزء من التيار الصدري. هذا التيار شكل في عام 2014 جيش المهدي، ثم بعد ذلك في عام 2004-2005 كانت هناك مصادمات ما بينه وبين القوات الأمريكية، على أثرها تم تسليم الكثير من الأسلحة للقوات الأمريكية وحكومة علاوي في تلك الفترة، ثم بعد ذلك تم تعليق عمليات جيش المهدي في عام 2007 أو حله نستطيع أن نقول، ليعود في عام 2008 ليشكل لواء اليوم الموعود، ولواء الموعود استمر بالعمل مع الصدر طوال تلك الفترة وصولا إلى عام 2014 عندما تم تشكيل سرايا السلام لحماية المرقد المقدس. نحن الآن أمام تشكيل عسكري جديد، هذا التشكيل يطلق عليه القبعات الزرق، ولكن ما قامت به القبعات الزرق خلال الفترة السابقة وخلال هذه الأيام، هل قامت بها هذه الميليشيات لوحدها هي ميليشيات جيش المهدي أم اشتركت معه ميليشيات أخرى مثل البدر والخراساني وكثير من هذه الميليشيات؟ المشهد العراقي مشهد معقد بشكل كبير جدا. سرايا السلام أو الميليشيا التابعة للتيار الصدري في الفترة السابقة كانت لديها إشكالات كبيرة جدا مع هيئة الحشد الشعبي، ولديها إشكالات مع كثير من الميليشيات التي انشقت عن التيار الصدري أو انشقت عن جيش المهدي وتم تشكيلها كالنجباء مثلا أو قيس الخزعلي العصائب، جميع هؤلاء القادة الآن الموجودين في الميليشيات زيد الشبلي وما إلى ذلك من أسماء، كثير من هؤلاء كانوا هم قيادات في جيش المهدي، ولكن بعد خلافات مع الصدر اضطروا إلى أنهم يخرجوا من الصدر ويقوموا بتشكيل ميليشيات غير تابعة لميليشيات الصدر وإنما تابعة إلى الولي الفقيه في إيران. إذن هناك إشكال داخلي كبير جدا ما بين هذه الميليشيات. الذي جرى أو التغيير الكبير الذي جرى في هذه القضية بأنه اجتماع قم الذي جرى بمباركة إيران وجرى بحضور الحرس الثوري الإيراني وقادت هذه الميليشيات التي تأتمر بأمرة الولي الفقيه، تم الاتفاق مع الصدر على كثير من الأمور بأن الصدر يقوم بعملية إنهاء الحراك التي فشلت هذه الميليشيات في إنهائه طوال الفترة الماضية، رغم أنها استخدمت القمع بشكل كبير جدا من قتل وخطف واعتقال وتنكيل وما إلى ذلك، لكنها فشلت جميع هذه الأمور في وقف هذا الحراك أو إنهاء هذا الحراك. لذلك الصدر لديه تيار سياسي، حاولت إيران أن تستخدم هذا التيار السياسي. في البداية الصدر دفع التيار أو دفع القبعات الزرق لكي يكونوا مع المتظاهرين، لأنه لم يستطيع أن يسيطر على هذا إلا من خلال هؤلاء الذين سيدخلون إلى الحراك، يعني دخوله هو ليس لدعم هذه التظاهرات بقدر ما هو لغرض السيطرة على هذا الحراك والتحكم به فيما بعد. لذلك نرى بأن الصدر هو جزء من حكومة عادل عبد المهدي، هو جزء من حكومات المالكي، هو جزء من حكومة حيدر العبادي، وبالتالي هو جزء أساسي وركن ركين من العملية السياسية التي أسست بعد عام 2003 وصولا إلى عام 2020، وبالتالي هو جزء من منظومة الفساد.
جزء من عملية القتل التي تجري الآن، وبالتالي هو يحاول أن يتحكم سياسياً وأن يتحكم عسكرياً بالمشهد العراقي من خلال هذه الميليشيات التي أطلق عليها القبعات الزرق. ولكن أنا أعتقد بأن هذه القبعات هي ليس تابعة للتيار الصدري بشكل كامل، وإنما انضمت معها ميليشيات كثيرة قامت بعمليات القتل والاختطاف، وخاصة فيما جرى في مدينة النجف. نعم، أرحب بسيد عثمان المختار الناشط السياسي. أستاذ عثمان، مرحبا بك. أستاذ عثمان، هل تسمعوني؟ السلام عليكم. نعم أسمعك. أستاذ عثمان تسمعوني؟ السلام ورحمة الله، حياكم الله أخي. نعم أسمعك أخي، حياكم الله. أهلا بك، أرحب بك في هذه الحلقة أستاذ عثمان. القبعات الزرقاء، هل هي حلقة في مسلسل استهداف الثورة السلمية من قبل إيران؟ يعني تحديدا حياكم الله وضيفك الكريم الطيب. في البداية المقتدى الصدر أجاد يعني عملية تدوير الأسماء منذ عام 2004 ولحد الآن، جيش المهدي، لواء اليوم الموعود، جماعة الأمر بالمعروف، وسرايا السلام، وأخيرا قبعات الزرقاء أو الزرق، هي كلها أسماء لميليشيا واحدة، هي ميليشيا جيش المهدي ذات التاريخ المشبع بدماء ضحايا الاستهداف الطائفي والتغيير الديموغرافي في بغداد وسامراء ومناطق أخرى. اليوم نعم أسمعك، تفضل. نسمعك أستاذ عثمان، تفضل. هناك ربما مشكلة في الصوت مع السيد عثمان المختار، سنعاود الاتصال به مرة أخرى. الدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطفى تسمعينني الآن، مرحبا بك ورحب بك. إلى الآن لم يتم تأمين الاتصال بالدكتورة آلاء. إذن بالعودة إليك سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي، يعني لعلك استمعت إلى تصريحات المستشار الأمني والعسكري لمقتدى الصدر حين قال سنحرق المنطقة، سنحرق العراق فيما لو، هدد بإسقاط الحكومة في خلال 3 أيام. بأي صفة، يعني ما هذا الذي يتحدث به، من في أي إطار تضعه؟ نعم، بداية دعني أقول ما هي الصفة الرسمية للقبعات الزرقاء لكي يفعلوا ما فعلوا في النجف أو في كربلاء أو حتى في الناصرية أو في بقية المحافظات. يعني إما أن نكون نحن أمام دولة، وإما أن نكون نحن أمام ميليشيات تتحكم في المشهد العراقي. حقيقة نحن أمام مشهد كامل الآن تتحكم فيه ميليشيات الحشد الشعبي، والآن يتربع الصدر على قمة هذه الميليشيات طبعا بدعم كامل من إيران. إيران خلال الفترة الماضية أصدرت أوامرها للميليشيات التابعة لها بدعم التيار الصدري لإنهاء هذا الحراك القائم في العراق منذ الأول من أكتوبر، وبالتالي ما تقوم به القبعات الزرق هو مدعوم من قبل إيران، مدعوم من قبل الطبقة السياسية الحاكمة، مدعوم من قبل الأجهزة الأمنية التي سيطرت عليها الميليشيات، مع صمت كامل للبرلمان وصمت كامل للقضاء العراقي. أي ما يجري في العراق الآن هو تواطؤ جماعي على قتل المتظاهرين في ساحات التظاهر. القبعات الزرق لا تمتلك أي صفة رسمية لكي تقوم بما قامت به في النجف. كان الأولى بالقوات الحكومية التي وقفت تتفرج على المشهد في النجف أن تأخذ زمام الأمور، وأن تقوم أقل ما يمكن أن تقوم به من إجراءات هو فك الاشتباك الذي حصل ما بين القبعات الزرق في تلك المدينة وما بين المتظاهرين، ولكن نراها بأنها وقفت عاجزة عن التدخل، لأنه من يسيطر على زمام الأمور في العراق ومن يسيطر على المشهد الأمني والسياسي هي هذه الميليشيات التي تغولت بشكل كبير جدا في مؤسسة الدولة وسيطرت على الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يتدخل مع هذه الميليشيات. التصريحات التي صدرت من قبل المستشار العسكري تعطي صورة واضحة أنه من يتحكم في العراق هذه الميليشيات، وإلا من هذه هي الميليشيات لكي تقلب العراق إلى جحيم؟ ألا توجد فيها حكومة وتوجد وزارة الدفاع ووزارة الداخلية؟ لكن يعني هذا الأمر ليس بجديد، يعني في الماضي أيضا هددوا بمحاصرة المنطقة الخضراء وحاصروها واقتحموا المنطقة الخضراء. الآن في هذا التوقيت، يعني هذه التصريحات ماذا تعني؟ تعني أننا أمام حالة لا دولة، لا توجد دولة، توجد ميليشيات وتوجد عصابات تسيطر على الوضع الأمني والعسكري في العراق، وهي من تتحكم بزمام الأمور بدعم إيراني كامل لإنهاء الحراك في العراق. هذا العمل، هذه التصريحات هي عبارة عن استعراض قوة تقوم بها ميليشيات الصدر من خلال المستشار الأمني والعسكري. هذه تحمل رسائل متعددة بأنه هو يحاول الآن يتنصل من دعم حكومة علاوي. حكومة علاوي من تم تكليف حكومة علاوي تم بالاتفاق ما بين هادي العامري وما بين الفتح وما بين سائرون، أي الذي يقوده التيار الصدري. وبالتالي الآن إصدار مثل هذه التصريحات
هو نتيجة إشكالات ما بينه وبين عدد من قادة الميليشيات من ضمنهم قيس الخزعلي بأنكم لن تحصلوا على أشياء أو وزارات أو امتيازات كما حصلتم عليها في الفترة السابقة، وهي رسالة أيضا موجهة للمالكي وموجهة إلى حيدر العبادي وموجهة إلى الحكيم بأنه الأمور في تشكيل هذه الحكومة هي خاضعة لإملاءات التيار الصدري وليس خاضعة لأي إملاءات أخرى. هو يحاول الآن أن يتحكم بالمشهد العراقي بشكل كبير جدا من خلال سيطرته على مسألة تشكيل الحكومة، ويحاول الآن من خلال القبعات الزرق أن يفرض إرادته أيضا على ساحات التظاهر. إذن هو يحاول السيطرة على المشهد الشعبي بشكل كامل، ويحاول أن يسيطر على المشهد السياسي مع المشهد الأمني بإطلاق مثل هذه التصريحات. نحن أمام حالة لا دولة في العراق، ميليشيات وعصابات سيطرت على الملف العراقي، لذلك تجري التصريحات والتهديدات بما نراه الآن من قبل المستشار الأمني للصدر في خلال هذه الفترة. طيب سيد عثمان المختار، عاد إلينا مرة أخرى محاولات مقتدى الصدر يعني فرض إرادته في تشكيل الحكومة وكذلك فرض إرادته في ساحات التظاهرات من خلال القبعات الزرق ومن يشاركهم في الاعتداء على ثوار تشرين، من وجهة نظرك يعني هل هي إملاءات إيرانية وتبعية لإيران؟ إلى أي مدى تتفق مع من يرى ذلك؟ حياكم الله سيدي. بالبداية يعني النقطة المهمة يجب علينا يعني النظر إلى الجانب الإيجابي من موضوع القبعات والزرق وحتى الميليشيات وغيرها. الجانب الإيجابي بأن العراق غادر المنطقة الرمادية التي ذبحت العراقيين منذ 16 عاما وحتى الآن. الآن صارت الصورة أكثر وضوح، لا واشنطن يمكنها أن تتشدق كما كانت منذ سنوات بما تسميه المشروع الديمقراطي والعراق الجديد، ولا الموجودين داخل العراق قادرين أن يسوقوا لما يسموه الديمقراطية الكذبة التي استمرت لمدة 16 عاما. هذه التظاهرات يمكن القول بأنها كشفت الكثير أمام الرأي العالمي والمجتمع الدولي وحتى أمام العراقيين الذين يعني أسقطت التظاهرات الكثير من الوجوه الحالية، أبرزها طبعا يعني بلا شك مقتدى الصدر الذي يعني حتى بآخر المسوحات أظهر تراجع تعبيته في مناطق ومعاقل كان يعتبرها رئيسية. عودة إلى سؤال السيد الكريم، نعم مقتدى الصدر بشكل واضح حاليا ينفذ يعتبر الذراع الإيراني الأكثر وضوح داخل العراق. هو تولى حاليا مهمة قيس الخزعلي وأبو آلاء الولائي وباقي زعماء الميليشيات التابعة لإيران. اليوم هو القامع الأول للتظاهرات، إذا تحدثنا عن قامع يعني بالعنف أو سواء بالانتفاض ومحاولة ركوب هذه التظاهرات كما فعل عام 2015، هذا الثوب أو الرداء الذي حاول أن يلبسه مقتدى الصدر خلال السنوات الماضية ليس فقط في عام 2018 2016، لذلك أنا أعتبر ما نحن فيه اليوم هي أجواء إيجابية من ناحية تكشف الحقائق لا أكثر. نعم، ابقى معي أستاذ عثمان المختار، سأعود إليكم مرة أخرى. أرحب بالدكتورة آلاء عبد اللطيف. دكتورة آلاء عبد اللطيف الأكاديمية والناشطة في التظاهرات تنضم معنا من بغداد، مرحبا بك دكتورة آلاء. دكتورة آلاء تسمعينني؟ مرحبا بك. هناك مشكلة في الصوت يبدو. إذن بالعودة إليك سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي، يعني ليس هناك موضوع جديد سوى أن مقتدى الصدر يقوم بالاعتداء على المتظاهرين، تعالي أصوات التظاهرات بأن مقتدى الصدر قاتل وخائن، ولكن نلاحظ أن مقتدى الصدر يعني أصدر 18 فقرة في ما سماه بميثاق ثورة الإصلاح، يعني من وجهة نظرك تحدث عن جملة من الأمور من ضمن هذه الأمور التي تحدث عنها، عدم إجبار أي شخص على التظاهر والاحتجاج مطلقا، عدم قطع الطرق والإضرار بالحياة العامة، طبعا هذه 18 نقطة منها هذه النقطتين تحديدا، يعني بصفته من حتى يتحدث هكذا؟ لماذا ينصب نفسه هو القائد لهذه التظاهرات؟ نعم، هو يحاول أن يجعل نفسه وصي على هذه المظاهرات.
يحاول أن يجعل نفسه الراعي لهذه المظاهرات، وبالتالي هو من يقود هذه الثورة في العراق ويحاول أن يجيرها لمصالحه الشخصية ومصالحه السياسية. لكن عندما نأتي لنناقش مسألة الصدر، الصدر في حكومة في الحكومات السابقة كان له مثلا في حكومة المالكي كان لديه 6 وزراء في أحد الحكومات، في البرلمان في عام 2014 كان لديه ما يقارب 34 نائب، الآن في عام 2018 لديه في سائرون ما يقارب 54 نائب، في هو مشارك في جميع الحكومات التي سبقت، وبالتالي الآن عندما يطرح نفسه هو المصلح وهو الذي ينادي بعملية الإصلاح والتغيير في العراق، أنت جزء من الملف السياسي الشائك في العراق، وأنت جزء من جميع الحكومات التي تشكلت في الفترة السابقة. يعني المالكي لولا الاتفاق والتصالح مع الصدر لم يستطع أن يحاول، لم يحصل على فترة ثانية من تشكيل الوزارة في عام 2010. حيدر العبادي لم يستطع أيضا أن يشكل هذه الوزارة لولا أن يتدخل الصدر ويمنح مسألة تشكيل الوزارة، وكان لديه 3 وزراء في 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 حكومة حيدر العبادي. الآن في هذه الحكومة عادل عبد المهدي كان بالاتفاق ما بين سائرون وما بين هادي العامري أيضا لتشكيل هذه الحكومة، والآن من يشكل حكومة علاوي هي سائرون، وهذه الشروط التي أما هذه النقاط التي يطرحها، السؤال هو من هو لكي يصدر مثل هذه نعم التوصيات أو هذه النقاط 18. المتظاهرون ينادون الوثيقة بعدم مشاركة أي شخص شارك في العملية السياسية، من ضمنهم أيضا مقتدى الصدر، واتهموه بالخيانة واتهموه بأنه قاتل، مع ذلك هو يتحدث وكأنه باسم المتظاهرين. نتحدث عن فقرة، يعني هو تحدث عن قطع الطرق والإضرار بالحياة العامة، ماذا يقصد بذلك؟ عندما يتكلم عن الطرق، هل مسؤولية الصدر الآن يتكلم عن حماية الطرق وعن فتح المدارس؟ هذا الكلام لا يصح لأي شخص سياسي. أنت إذا تعتبر نفسك أنت قائد لتيار سياسي فيجب أن تتعامل مع الحكومة وتتعامل مع الدولة من خلال المؤسسات الرسمية ومن خلال سلسلة المراجع الرسمية. هل ترى أن هذا ربما هو ضربة للمتظاهرين السلميين بطريقة ربما غير مباشرة؟ يعني من حقهم أن يتظاهروا ويقطعوا الطرق كيفما يشاءوا حتى إسقاط النظام، وهي أهداف مشروعة. نعم أكيد المتظاهرين لهم حق قطع الطرق ولهم حق التظاهر السلمي، طالما ليس هناك اعتداءات على الممتلكات العامة وليس هناك اعتداء على الممتلكات الخاصة وليس هناك اعتداءات على أشخاص، ورأينا بأن هذه المظاهرات طوال الفترة الماضية قتل منهم أكثر من 600 شخص، جرحى أصبح الآن تتجاوز 27,000، المعتقلين لا أحد يعرف الأعداد الحقيقية للمعتقلين في سجون الحكومة. جميع هذه الإجراءات التي جرت هي جرت ضد المتظاهرين السلميين، أما ما يطرحه الصدر الآن هو عملية سيطرة على الحراك الشعبي وفرض إرادته السياسية وإرادة الميليشيات وإرادة إيران على هذا الحراك، لأنه إيران لا تريد أن يتغير الوضع القائم في العراق. الميليشيات والأحزاب السياسية التي شكلت الحكومات السابقة وهذه الحكومة أيضا لا تريد تغيير المشهد السياسي في العراق، وبالتالي الورقة الأخيرة التي تلعبها إيران الآن في العراق هو استخدام الصدر لضرب الحراك الشعبي والسيطرة عليه، كونه يمتلك تيار سياسي ويحاول أن يفرض إرادته السياسية من خلال تياره السياسي على ساحات التظاهر. سيد دكتورة آلاء الآن جاهزة معنا؟ دكتورة آلاء. نعم. مرحبا بك دكتورة آلاء عبد اللطيف، الأكاديمية والناشطة في التظاهرات، مرحبا بك. دكتورة آلاء، المتظاهرون كيف ينظرون إلى الصدر؟ يعني تارة هو يظهر نفسه أنه قائد لهذه الثورة، ثورة تشرين، وتارة يأمر أتباعه بقمع هذه التظاهرات عن طريق أصحاب القبعات الزرقاء. نريد أن نفهم كيف ينظر المتظاهرون إلى مقتدى الصدر، وقد تعالت الأصوات بالأمس بأن مقتدى الصدر قاتل، وأنه يعني وصفوه بعدة أوصاف أخرى. مساء الخير على حضرتك وعلى الضيوف الكرام وعلى المشاهدين قناة الرافدين. مساء النور. بالنسبة لمقتدى الصدر، كل ما بالأمر أنه كشف لجميع الناس توجهاته الإجرامية. نعم. مقتدى الصدر رجل بدا مشواره السياسي في العراق بجريمة قتل عبد المجيد الخوئي، وظلت القوى السياسية كل ما تريد أن تنتزع منه فطوته على التسمات اللي ينوي الحصول عليها إثناء تشكيل الحكومات المتعاقبة من 2003 ولغاية الآن، محددة بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في مقتل عبد المجيد الخوئي.
أول من تقتل ميليشيا إجرامية هدفها قتل العراق والعراقيين، هو مقتدى الصدر بتشكيله للجيش، أول جيش قائد بالعراق أسمى جيش المهدي. في البداية سند على تسمية والدة للتأثير على عقول بعض الناس الطيبين اللي كانوا متأثرين بالطرح الديني لوالدة، لكن بمرور الزمن اكتشفنا انه مقتدى الصدر هو بالحقيقة قائد اكبر مجاميع ارهابية اجرامية قتلت ونكلت الشعب العراقي بكل طوائفه ولا طائفة معينة. ابتدأ بطائفة يمكن ربما استمرت جرائمه إلى الطوائف الأخرى. هذا الرجل رجل مهزوز عقليا، لا يمتلك أي ذرة من العقل. لو كان له عقل بمثقال ذرة لعرف أن الجهة التي وجهته هي جهة عمدت على إسقاطه شعبيا، خسر كل قاعدته الشعبية بالعراق. إذا كان في ذرة احترام لبيت الصدر عند بعض الناس أسقطها مقتدى. مقتدى زعيم العصابات، لا أكثر. من هم القبعات؟ من هم جيش المهدي؟ من هم الفصائل الإشرافية اللي انضبطت عن جيش المهدي؟ ومعروف خلال 16 عام ماذا فعلوا وماذا قالوا وكيف شقوا النسيج المجتمعي وحولوا المجتمع العراقي من مجتمع مدني حضاري مثقف إلى مجتمع رجعي ذو عقلية بدائية لا يمتلك أي نوع من الرقي. عمدوا على قتل الإنسانية داخل العراق، قتلوا حتى ذرة التفكير. نعم دكتورة، ابقى معي دكتورة عبد اللطيف، سأعود إليك مرة أخرى. سيادة العقيد ركن، هل يستطيع فعلا مقتدى الصدر يعني فرض إرادته في تشكيل الحكومة؟ محمد توفيق علاوي هل يستطيع تشكيلها؟ يعني هناك زخم متعالي ومتواصل من التظاهرات السلمية برفض أي شخصية مشاركة في العملية السياسية، بل ورفض العملية السياسية برمتها. يعني كيف تنظر إلى يعني هذه التهديدات من قبل التيار الصدري وإلى إمكانيات تشكيل الحكومة؟ نعم لا شك هم يريدون أن يفرضون هذه الحكومة بالقوة، طالما أن هذه الحكومة هي مدعومة من التيار الصدري ومدعومة من تحالف الفتح بقيادة العامري، وهناك دعم له من بعض الكتل الأخرى أو نستطيع النواب الآخرين الذين ينتمون لكتل معينة وتم وهم يدعمون المشروع الإيراني سواء كان في العراق أو في المنطقة، وبالتالي قد يمكن لهم أن يستطيعوا أن يمرروا هذه الكابينة في البرلمان العراقي. ولكن المشكلة هي بأنه أين تكمن المشكلة؟ هل المشكلة في هذه الحكومة أم المشكلة في بنية النظام السياسي الحاكم في العراق؟ المشكلة ليس بشخص رئيس الوزراء أو بالحكومة التي ستشكل، سواء كانت من أفراد مشكلين في يعني مشتركين سابقا بالعملية السياسية أو غير مشتركين. المشكلة في بنية النظام السياسي الفاسد. هذه الطبقة السياسية طوال الفترة الماضية يقومون بتدويرها في الحكومات السابقة من حكومة إلى أخرى من حكومة، حتى وصلنا إلى فشل كامل في إدارة الدولة. الآن عملية تشكيل هذه الحكومة لن تستطيع هذه الحكومة أن تقدم شيء، لأن مطالب المتظاهرين واضحة. يعني كيف سيتم مثلا محاسبة الميليشيات التي قتلت المتظاهرين؟ ومن شكلت هذه الحكومة هي هذه الميليشيات، لن يسمحوا له بفتح هذا الملف. الأمر الآخر بأنه لن يستطيع حصر السلاح بيد الدولة، وهذا السلاح هو منتشر بيد هذه الميليشيات وهذه الأحزاب التي شكلت هذه الحكومة التي يقودها علاوي. لن تستطيع هذه الحكومة أن تقف بوجه النفوذ الإيراني في العراق، وهو أحد المطالب التي ترفعه ساحات التظاهر بأنه يجب الحد من النفوذ الإيراني في العراق ويجب أن تخرج الميليشيات التابعة إلى إيران. هناك إشكالية حقيقية في كثير من ملف الفساد. كيف سيتم ملف الفساد ومحاسبة الفاسدين؟ ومن شكلت هذه الحكومة هم أنفسهم هم الفاسدين. هذا الرجل كان وزير للاتصالات في الفترة السابقة، لم يستطع أن يحاسب موظفة لديه في الوزارة، وتم استقالته من قبل الوزارة على أثر إشكال كبير جدا مع هذه الموظفة التي كانت في حكومة المالكي. لن يستطيع ولن يجرؤ على أن يفتح مثل هذه الملفات لمحاسبة الفاسدين أو محاسبة القتلة. طيب كيف سيتم تمرير هذه الحكومة إن لم يكن هناك تواطؤ واتفاق مبرم ما بين علاوي وما بين
هذه الكتل السياسية بعدم فتح هذه الملفات التي تشكل إشكالية كبيرة جدا يعاني منها الملف العراقي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. حقيقة نحن أمام إشكال كبير جدا، يعني حكومة علاوي هي مرشح، هي نتيجة توافق الأحزاب السياسية وليست خيار الشعب العراقي المنتفض منذ الأول من أكتوبر، هذا واضح. ثانيا هذا الرجل شارك في العملية السياسية في الفترة السابقة، والمجرب لا يجرب، يعني لا يمكن له أن يأتي اليوم لكي يظهر لنا بلباس وثوب الإصلاح مع وجود الطبقة السياسية المتحكمة في الشأن العراقي. هناك إشكالية كبيرة جدا في حكومة علاوي، حتى وإن تم تشكيلها ستكون هذه الحكومة أضعف من حكومة عادل عبد المهدي الذي سلم زمام البلد إلى هذه الميليشيات التي تتحكم اليوم في المشهد العراقي. ونرى اليوم نحن من يتكلم ومن يهدد، تهدد هذه الميليشيات والحكومة صامتة لا تتكلم. الحكومة تقوم ببش فقط بتشكيل اللجان التحقيقية، وعندما تشكل هذه اللجان التحقيقية إذن هم لا يريدون لهذا الملف أن تظهر حقيقته كما ظهرت في الفترة السابقة. يعني اللجان التشكيلية التحقيقية التي تشكلت على قتل المتظاهرين في زمن عادل عبد المهدي، أين النتائج؟ ماذا حصل للناس التي تورطت في قتل المتظاهرين؟ لا أحد يعرف. طيب الآن تم تشكيل لجنة تحقيقية في مسألة النجف، من الذي يحقق؟ يحققون الأجهزة الأمنية التي تخضع لسيطرة هذه الميليشيات. نحن أمام حكومة خاضعة وخانعة لإرادة الميليشيات ولكثير من الأمور التي تريدها إيران في العراق لا تفتح، من ضمنها ملف الفساد. إيران تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة جدا، تعاني من وضع داخلي فيه إشكال كبير جدا، تحاول أن تتكع على العراق من خلال بقاء أو فرض هذه الطبقة السياسية وسيطرتها على الملف العراقي لكي تستطيع أن تدير أمورها وتدير الشأن الإيراني في الفترة المقبلة. لذلك حكومة علاوي لن تستطيع أن تقدم شيء على جميع هذه الملفات، وبالتالي ستفشل كما فشلت. هم يحاولون كسب الوقت ويحاولون حقيقة إنهاء هذا الحراك من خلال ما قاموا به من عمليات قتل وخطف وترويع للناس وإرسال رسائل تهديد وغيرها من الأمور التي يقومون بها، سواء كانت بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق بعض الأجهزة الأمنية، مثل ما يفعل قوات الصدمة التي تفعل في البصرة بالاقتحام والاعتقال وما إلى ذلك من أمور. نعم، أرحب بسيد حيدر مرو الناشط في التظاهرات من بغداد. سيد حيدر مرحبا بك. سيد حيدر، هلا وصفت لنا زخم التظاهرات في بغداد والمحافظات بعد جملة الاعتداءات على المتظاهرين السلميين من قبل أصحاب القبعات الزرقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شفت تم اعتداء على طالبة. اسمعك تسمعني؟ الو. نعم سيد حيدر، سمعت سؤالي؟ اعد السؤال. هل لو وصفت لنا الوضع في التظاهرات او تظاهرات بشكل عام، التظاهرات السلمية في بغداد والمحافظات بعد الاعتداء عليها من قبل اصحاب القبعات الزرقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شفتوا حضراتكم الكرام، احنا كطلبه جامعيين الشريحه الطلابيه خرجت جميعا في مسيره يوم الخميس. نعم. ويوم الاحد يوم امس مظاهرات حاشده في جميع المحافظات الجنوبيه ومحافظه بغداد. نعم. وتم الاعتذار رسميا من قبل القبعات للطلاب جميعا، ومظاهرات طلابيه مستمره. من اعتذر من؟ تم الاعتذار رسميا. هنا اتكلم عن محافظه بغداد، احنا في ساحه التحرير. تم الاعتذار رسميا من قبل القبعات على الاعتداء الذي حصل يوم الثلاثاء، يعني في مسيره يوم الثلاثاء في ساحه التحرير على الطلبه. يعني من الذي اعتذر رسميا؟ رسميا كان حضور ابو دعاء العيساوي الى ساحه التحرير، وتم الاعتذار من قبل الطلبه. لكن احنا طيب مثل ما وجهت يعني هل عمليات القتل، عمليات الاعتقالات مستمره وعدم تلبيه مطالب المتظاهرين، اليس اولى بالحكومه ان تلبي مطالب المتظاهرين بدل هذا الكلام عن الاعتذار؟ واجب الحكومه ان تحمي ساحات الاعتقال بدل ان تدخل الاحزاب كافه. يعني اليوم واجب الحكومه ان تحمي هي تحت
الاعتصامات في الناصريه، في البصره، في الديوانيه، في الحله، في بغداد، جميع المحافظات. رواتب الحكومه عدم تدخل الاحزاب، هو لا نريد اي حزب يتدخل في المظاهرات، وحتى لا تكون المظاهرات مشيشه او تابعه لاي جهه اخرى، حتى لا تكون هناك اعتقالات وضرب للمتظاهرين. فعلى الحكومه ان تتولى هذا الجانب من الامن، وعلى مسؤوليتها الكبرى يعني. شكرا لك. اي احتاج اليوم يصير على الطلبه او البقيه فهذا واجب الحكومه هي فقط يعني، وغير الحكومه بقيه الاحزاب فهذا مسؤوليه الحكومه هي تتحمل هذا، وعليها ان تكون لجنات تحقيق رسميه، ليس لجنات تحقيق مشبوهه ولا نعرف نتائجها. شكرا لك يا سيد حيدر. نشكرك شكرا جزيلا سيد حيدر مرو الناشط في التظاهرات لوجودك معنا في هذه الحلقه. كيف تعلق على ما قاله سيد حيدر مورو أستاذ حاتم؟ أنا أعتقد بأنه نحن أمام الآن انتهاء الدولة الشكلية التي كانت تقودها حكومة عادل عبد المهدي، وانتقلنا إلى دولة الميليشيات بكافة تفاصيلها، لأنه ما يجري الآن على أرض الواقع يعطي دلالة واضحة على أنه المتحكم هي هذه الميليشيات التي نعطي لها تسميات متعددة. الأمر يعني هو مثير للكثير من علامات الاستفهام، يعني بدل أن ألبي مطالب المتظاهرين يخرج مسؤول فيعتذر لاثنين من المتظاهرين أو لعدد معين على ما جرى من اعتداءات من قبل القبعات الزرق. يعني هل هذا من وجهة نظرهم هو الحل؟ هل هم ينظرون إلى الشعب العراقي أنه شعب غير مدرك لما جرى؟ يعني عشرات الآلاف من الجرحى، المئات من القتلى، يعني بنحو 1000 شهيد سقطوا أو ارتقوا في ثورة تشرين، و5000 أو أكثر من المعوقين، هل هذا يكفي الاعتذار؟ لا، أكيد لا يكفي، أكيد لا يكفي. نحن يجب أن تخرج الحكومة وتعتذر أولا قبل أن تعتذر هذه الميليشيات التي لو كانت وجود حكومة قوية لما تجرأت وفعلت هذه الأفعال أمام أنظار القوات الحكومية. عندما يأتي وزير داخلية ويذهب إلى مدينة ثم توقفه الميليشيات وتمنعه من الدخول إلى مدينة النجف، ولا يدخل إلا بعد التفاوض مع قادة هذه الميليشيات، ثم يسمح له بالدخول إلى مديرية شرطة النجف، وعندما تقف القوات الأمنية عاجزة على أن تتدخل لفضل الاشتباك الحاصل ما بين القبعات الزرق التي استخدمت الأسلحة واستخدمت السكاكين واستخدمت العصي وما إلى ذلك من أمور، واستخدمت القسوة ضد المتظاهرين السلميين الآخرين وحرق الخيم وما قامت به من إجراءات، ثم بعد ذلك نأتي بإجراءات لوزارة الداخلية في اليوم التالي والقيام بحماية مساحات التظاهر. على من تضحكون الآن؟ هل هذه إجراءات لأجهزة أمنية؟ يعني تكون الإجراءات متأخرة وبهذه الكيفية التي تدار بها الدولة؟ هناك تصريحات حقيقة نسمعها من الكثير من القادة، يعني هناك تصريح مثلا لوزارة الدفاع أو لرئيس الأركان قال سنقوم بحماية ساحات التظاهر. أين حماية ساحات التظاهر؟ أين ما يجري الآن في مدينة كربلاء؟ عمليات القتل مستمرة. مستمرة، يعني الأجهزة الأمنية تقف عاجزة بشكل كامل، وتقف عاجزة لأنها تعرف بأنه السلطة الآن هي بيد هذه الميليشيات. يعني حكومة عادل عبد المهدي لم تستطع أن تحرك ساكنا إلا أنها شكلت لجنة تحقيقية، وكأن لسان حالها يقول بأنه طالما أنتم كنتم السبب في استقالة هذه الحكومة التي أرأسها الآن، سأجعلكم تواجهون مصيركم مع هذه الميليشيات التي هي من تسيطر على الملف بشكل كامل. نحن أمام إشكالية حقيقية في العراق حتى وإن تم تشكيل هذه الحكومة. إذا الحكومة شكلت هذه الحكومة وبقيت الميليشيات مستمرة على ما هي عليه، ما هي قيمة دوائر الدولة وما هي قيمة الأجهزة الأمنية التي الموجودة في العراق؟ لا قيمة لها على الإطلاق طالما أنه هذه الميليشيات تقتل وتخطف وتحرق وتفعل ما تريد، ولا حسيب ولا رقيب عليها من أي جهة من الجهات. إذا نحن أمام حالة لا دولة في العراق، ونحن أمام دولة لا قانون فيها ولا قضاء ولا برلمان. حتى البرلمان يعني لم نسمع تصريح لا رئيس البرلمان ولا لأي أحد من أعضاء البرلمان على ما جرى من عمليات قتل في النجف أو في كربلاء. نحن أمام إشكالية حقيقية في الملف العراقي، إن من تدير الأمور هي هذه الميليشيات، وهذه الميليشيات تحاول إنهاء الحراك والالتفاف عليه بشكل طرق. طيب، وبشتى السبل. ابقى معي سيادة العقيد وركن حاتم الفلاحي، بالعودة إليك سيد عثمان المختار، هل بات استخدام السلاح من قبل الميليشيات والقوات الحكومية في العراق، الميليشيات المدعومة من إيران، هل باتت سياسة ثابتة في العراق للتعامل مع ثورة سلمية؟
لا يسمعني ايضا سيد عثمان المختار. السؤال اليك دكتوره الاء، لطفا دكتوره الاء، يعني هل باتت هذه السياسه سياسه استخدام السلاح ضد المتظاهرين السلميين سياسه مستمره وثابته للميليشيات المدعومه من ايران في العراق؟ دكتوره الاء تسمعينني؟ هناك مشكلة ربما في الصوت، نعتذر منك دكتور. لا أبدا. سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي، يعني بالعودة إلى موضوع إيران، يعني لماذا كل هذه الأمور حصلت؟ يعني ميليشيات القبعات الزرق التي ذكرت أنها خليط من عدة ميليشيات تستهدف الحراك الشعبي في العراق، لماذا كل هذه الأحداث كانت بعد مقتل سليماني بنيران أمريكية واجتماع قم؟ نعم، لا شك بأنه مقتل سليماني شكل حلقة، يعني نستطيع أن نقول مفصلية وحيوية في المشروع الإيراني في المنطقة. يعني سليماني كان يمسك بزمام الأمور في العراق وفي لبنان وفي سوريا. مقتل سليماني ومقتل أبي مهدي المهندس الذي يعتبر رجل إيران في العراق سبب إشكالية كبيرة جدا في إدارة الملف العراقي، وبالتالي أصبحت هذه الميليشيات الموجودة في العراق غير قادرة على إدارة الأمور كما كان موجود أبو مهدي المهندس، وبالتالي كان يجب أن تتفق هذه الميليشيات مرة أخرى. طالما أن الصدر يمتلك حراك سياسي ويمتلك تيار سياسي موجود في الأرض ويمتلك ميليشيات، إذا لابد أن نعمل الآن بطريقة جديدة، لأن هذه الميليشيات فشلت بوجود سليماني وبوجود أبو مهدي المهندس من قمع هذا الحراك أو إنهائه طوال الفترة الماضية. ثم جاءت مقتل الرجلين لتشكل إشكالية كبيرة جدا في إدارة الملف العراقي، فتم اجتماع قم التي اجتمعت فيه الميليشيات، وتم الاتفاق على أن يدعم الصدر خلال الفترة القادمة من خلال هذه الميليشيات ومن خلال تياره السياسي لكي يقومون بإنهاء هذا الحراك الذي بات يشكل تهديد خطير وكبير جدا على النفوذ الإيراني في العراق وعلى نفوذ هذه الميليشيات. فتم صدور عدد من البيانات من قبل قادة هذه الميليشيات بتأييد المظاهرة المليونية التي أطلقها الصدر على تواجد القوات الأمريكية في العراق. وأنا أقول بأنه هذه القضية لن تدوم كثيرا، لأن هذه الميليشيات هي تتقاطع بشكل كبير جدا مع الصدر في أمور كثيرة، وبالتالي الآن بدأت تظهر قسم من هذه الإشكاليات، ومنها الإشكالية التي أصدرها المستشار العسكري بأنه لن تعطى أي وزارة لأي فصيل مسلح أو لأي تيار سياسي، وهو يقصد من يقصد بهذه يقصد كثير من قادة الميليشيات التي يوجد لديهم تيار سياسي ويتوجد لديهم ميليشيات ولكنهم يتقاطعون مع الصدر. إيران تحاول خلال هذه الفترة بأن تلعب على ورقة الصدر وأن تقوم بدعمه لغرض إنهاء الحراك، ولكن الأمور لا تجري وفق ما تريد الرؤية الإيرانية ولا وفق ما يريد الصدر. المظاهرات لا زالت مستمرة وبشكل كبير جدا، هناك زخم كبير جدا للمظاهرات، هناك انحصار بشكل كبير جدا لنفوذ الصدر، هناك إشكالية كبيرة جدا الآن يعانيها التيار الصدري نتيجة الإجراءات التي قام بها ونتيجة انشقاق أعداد كبيرة جدا من هذا التيار ولجوهم إلى المتظاهرين بحيث أصبحوا خارج التيار الصدري. هناك فقدان لشعبية التيار الصدري في العراق أيضا يعاني منها بشكل كبير جدا، وبالتالي هو الآن أمام إشكالية حقيقية. حتى مسألة دعم الحكومة هو يعتبر بأن هذه الحكومة ستواجه إشكالات كبيرة جدا، ستواجه إشكالات من الكتل السياسية مثل التيار الحكيم والمالكي وبقية التيارات السياسية الأخرى، علاوي أياد علاوي، جميعهم هؤلاء غير موافقين على تشكيل حكومة علاوي، ولكن مع هذا تم ترشيحهم من قبل الصدر ومن قبل الفتح، وبذلك ستعاني من إشكالية تمريرها في البرلمان. إضافة إلى هذا بأن هذه الحكومة ستصطدم في الفترة المقبلة بالملفات التي ينادي بها المتظاهرون والتي يقول بأنه رئيس الوزراء سيتخذ إجراءات فيها ولكنه غير قادر على اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وبالتالي فهي حكومة فاشلة. هي حكومة فاشلة مقدما يعني، ولن يكون عمرها أطول من حكومة علاوي. نعم دكتورة ألاء تسمعيني؟ نعم تفضل. دكتورة ألاء، يعني هل باتت سياسة ثابتة سياسة التعامل مع التظاهرات السلمية في العراق بالقتل والترويع ومحاولة إنهاء هذه التظاهرات بابتكار أساليب متعددة، كيعني تسميات ميليشيات معينة لقمع هذه التظاهرات أو عن طريق الاغتيال أو عن طريق الاختطاف؟
سيدي الكريم، منذ اليوم الأول القوى السياسية أو ما يسمى بالقوى السياسية حقيقة هي قوى سلطوية ميليشياوية قاتلة لا أكثر ولا أقل. أنا وزملائي بالحراك نرفض تسميتهم بحكومة لأنهم أساسا عبارة عن مافيا لا وجود لمبدأ الحكومة لديهم. منذ اليوم الأول شعروا بخطورة هذا الحراك وحاولوا إطلاق صفة طائفية فيه لأجل شق صفوف الحراك، لكنه كان بالفعل ثورة عراقية حقيقية انتفضت على الواقع المزري وعادت إلى ارتداء ثوبها العراقي الحقيقي. أساليب القتل، أساليب الترويع تعددت وتنوعت منذ اليوم الأول، استخدام القناص تحت مسمى الطرف الثالث، استخدام القنابل الدخانية المحرمة أو الممنوعة دوليا وغير مستخدمة، استخدام الخطف، الاعتداء على الناشطين، على المسعفين، قتلهم أمام منازلهم وأمام عوائلهم، بل تطور الأمر إلى حتى خطف أبنائهم وقتلهم، تهديدهم بأبنائهم. وما يزاع أن الحراك فقد ما يقارب 700 شهيد، هذا ما فقدناه داخل سوح الانتفاضة، أما العدد الحقيقي تجاوز 1000. لدينا ما يقارب 5000 معاق نتيجة الإصابات الجسيمة اللي تعرضوا إلها، ما وصلنا إلى ما يقارب 30000 شريح. لك دكتورة آلاء عبد اللطيف الأكاديمية والناشطة في التظاهرات، كنت معنا من بغداد. أخيرا سيادة العقيد ركن، يعني أين يسير الحراك الشعبي؟ أين تسير ثورة تشرين في ظل كل هذه المحاولات لإنهائها من قبل الطبقة السياسية ومن قبل الميليشيات المدعومة من إيران؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه ملف الميليشيات الآن تم نقله من وزارة الخزانة الأمريكية ومن وزارة الخارجية إلى البنتاغون، وهذا يعني بأنه قد تتعرض قادة هذه الميليشيات إلى ضربات أمريكية خلال الفترة المقبلة، كون هذه الميليشيات تجاوزت الخطور الحمر بالنسبة للقوات الأمريكية أو بالنسبة للنظرة الأمريكية لتواجد هذه الميليشيات التابعة لإيران سواء كانت في العراق أو في المنطقة. هل ستكون هذه الضربات حسب توقعاتكم على وزن ضربات سليماني أو أقل؟ أكيد، يعني بأنه ستكون ضربات، أنا أعتقد بأن هذه الضربات ستغير كثير من المشهد العراقي، وهناك الآن تهديدات حقيقية لهذه الميليشيات، وهناك مراقبة لقادة هذه الميليشيات، بحيث الآن هناك تسريبات أمريكية تقول بأنهم يراقبون حركة هذه الميليشيات وقادتها، القسم منهم يحاول التخفي في إيران والقسم الآخر يحاول أن يذهب إلى لبنان، وإذا جاء إلى العراق فهو يظهر في فترات محدودة جدا ثم يختفي من المشهد. إذن هناك مراقبة وهناك تطور للأحداث. الحكومة الأمريكية تنظر إلى ما ستؤول إليه الحكومة القادمة في العراق، وهل هذه الحكومة ستشكل شريك للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الإرهاب؟ لأنها ترى في حكومة عادل عبد المهدي الآن بأنها حكومة غير شريكة للولايات المتحدة، والدليل على هذا بأنه سلمت زمام الأمور في العراق لميليشيات الحشد الشعبي بشكل كامل، وبالتالي هي أمام إشكالية حقيقية الآن للتعامل مع الملف العراقي. تطورات الأحداث في الفترة المقبلة، أنا أعتقد بأن تشكيل الحكومة سيكون حلقة مفصلية في مسألة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع 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 قادة الميليشيات ومع هذه الحكومة للجم هذه الميليشيات، وإلا فإن الضربات الأمريكية ستتتابع في العراق وسيجهد هناك تطور خطير في الفترة المقبلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك الآن أكثر من 16 دولة، هناك 16 دولة أوروبية طبعا نددت بقتل المتظاهرين واستخدام القوة في ساحات التظاهر، وهناك إشكالية في مواقف التيار الصدري، يعني المشكلة حتى الصدري هم التيار الصدري يوم يعلق العمليات العسكرية ثم بعد ذلك يعود إلى العمليات العسكرية، يوم يعلق ويغلق مكاتبه السياسية ثم يعود فيفتح مكاتبه السياسية، يوم يسحب المتظاهرين ثم يعود إلى إرجاع المتظاهرين. نحن أمام شخصية متقلبة ومزاجية، شخصية ميليشياوية ليست رجال دولة قادرين على إدارة الملف العراقي بصورة صحيحة. سنشهد هذا الارتباك وهذا التخبط في تعامل الميليشيات مع الملف العراقي وفي تعاملهم مع ساحات التظاهر. إن لم تكن هناك استجابة حقيقية لمطالب المتظاهرين سيستمر الحراك وسيستمر الرأي العام والمجتمع الدولي بدعم هذه المظاهرات، ويمكن
ممكن أن تكون مواقف قوية جدا في الفترة السابقة لدعم هذا الحراك والوقوف بوجه هذه الميليشيات التي تغولت وسيطرت على الملف الأمني والعسكري في العراق. في ختام هذه الحلقة أشكر العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام ضيفي في الاستوديو، شكرا لك. وشكرا للسيد عثمان المختار الناشط السياسي كان معنا عبر الهاتف، وأيضا أشكر الدكتورة آلاء عبد اللطيف الأكاديمية والناشطة في التظاهرات من بغداد، وشكر موصول للسيد حيدر مورو الناشط في التظاهرات من بغداد. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.